طيب احنا هنروح بقى لخبر بعد كده بعنوان ليله لم تنام فيها السودان. ليه؟ لان هي زي ما اتقال هي ليله صراحة مش أسعدت بس يعني أهل السودان، أسعدتنا جميعا سواء إحنا بنتكلم كمان في مصر أو حتى في الوطن العربي. هي فرحة كبيرة للشعب السوداني زي ما كلنا تابعنا التأهل لبطولة أمم أفريقيا بعد غياب كام سنة، 10 سنوات، عشان يعودوا مرة جديدة، وأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق، وأكيد كلنا سعداء بهذه برضو العودة. طبعا ده حدث ما ينفعش يمر علينا مرور الكرام، كلنا لازم نقول ألف مبروك ومن قلب قناة النادي الأهلي وكل الجماهير المصرية، ونشارك إخواتنا وحبايبنا الشعب السوداني الشقيق فرحته الكبيرة بالتأهل طبعا بعد مباراة صعبة ومثيرة أمام جنوب إفريقيا والفوز بهدفين نظيفين. طبعا احتلوا بهذا الأمر المركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد جنوب إفريقيا في المركز الثالث ب10 نقاط فقط. انا بقى ببقى حريص قوي اشوف واتابع التواصل الاجتماعي بيتكلم في ايه. امبارح خليني اقول لحضراتكم كان في اشتعال كده بالافراح زي ما بيقولوا، وبعد المباراه تحديدا، وكان في شغف كبير جدا، وكله من بدايه المباراه لغايه نهايتها كان عنده كده زي يعني ترقب. وكان كمان خليني اقول لحضراتكم الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا حرص على تهنئه منتخب السودان وعلق كده تحديدا قائلا الف مبروك تاهل السودان لنهائيات كاس افريقيا 2021. كالعادة كرة القدم يعني ليها مفعول السحر عند الشعوب، هي معشوقة الشعوب ومصدر ثابت ورئيسي وأساسي لكل الناس. يعني عايز أقول حتى اللي ملوش في الكورة بيفرح من الفرحة اللي هو قاعد في وسطها. يعني ما تبقي أنت قاعدة في وسط ناس كتير كلهم سعداء، أنت بتسعدي بالتبعية حتى لو أنت مالكيش في الكورة قوي، فاهمة إزاي؟ فدي حاجة جميلة طبعا بنهني عليها الشعب السوداني الشقيق. وكمان الحقيقة كان حريص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على تهنئة المنتخب السوداني، وكتب عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلا الليلة لن تنام السودان، وذلك طبعا في إشارة إلى الفرحة العارمة التي يعيشها الشعب السوداني عقب التأهل لبطولة أمم أفريقيا القادمة إن شاء الله.